يلا انا عامل لك واجب ياض في البيعه دي يا 200 جنيه للجدول و70 جنيه للكنبه وسلك الفرامل مدولك ب 45 جنيه يا حرام عليك انت راجل ظالم انا لسه جبت واحد هشتري مني دلوقتي ب 50 جنيه انت بتقعد عليا كمان امشي ياض من هنا يا ياض ومش عايزين البيعه دي خلاص يا عم انا اسف هات الفلوس اللي اتفقنا عليها وين يا هات رب تغلط تديني فلوس اكتر ان شاء الله ما تجيش انا تاني يا ياض ماشي امشي يا هتوحشيني يا انتصار اي نعم اتبعتي ب 4950 بس هتوحشيني برضو اطلع بره يا ياض انتصار ايه وهبل ايه يا ياض خلاص يا عم امشي يا ياض ما تجيش انا تاني طب يا عم انت خد يا تعرف النهارده الصبح وانا ماشي في الشارع ده خبطت واحد غلبان يا نهار ابيض وحصل ايه؟ كان معاق يا عيني صعب عليا قوي اديت له 200 جنيه وعشان غلبان خدهم وسكت رجلي راحت انا عايز تعويض مادي يا جدعان ايه ده؟ انت مش لسه ابني مخبوط الصبح؟ ما انا دي الاعاده يا جماعه مش معنى ان هو غلبان تدوسوه انت مال اهلك يا ابني انت ساكن هنا ولا امك داعي عليا؟ يا ده لسه خدته النهارده الصبح إيه شكلك نصاب يا لا مجنون ده مجنون ده ولا ايه؟ مجنون ده يعني ايه مفيش رحلات؟ يا فندم احنا ما بعتناش اي حاجه مع الاولاد انا حاطط الفلوس بنفسي في ظرف الرحله وانا كمان وانا كمان حطيت ظرفين من ظرف واحد ماليش دعوه يا بابا انا عايزه اروح الرحله حبيبتي مين اللي قال لكم تطلعوا رحله؟ هو كل اللي حط لي الظرف حرام حرام بقى هدي هدي يا تشتغل جزمة يا وتعمل لي مرة على الفيسبوك وربنا آخر مرة يا جزمة فين يا دي السكرين شوت بتاع المحطة يا والله العظيم دللتو يا جزمة دللتهم ولا طلع يا بدل ما نجيب الارض بتاعك ونفتشه ونطلعهم منه نجيب الارض ونفتشه ولو لقيتهم يبقى ركب لي نص العالي يا جزمة ده انا هركب لك نار بحركك يا ولا ابعت هات الارض بتاعه يا خلينا نفتشهوله يا السلام عليكم يا معلم جزمة ما شفت بيك يا زنجة العيال اشمعنى بيجيبوا الفلوس حلو بس شكلهم مش مطمني بيعملوا حركات مريبه بتشقلبوا ولا شغالين في السيرك زنجر مش عايز اكتئاب تخلي عينك عليهم من غير كتر كلام امرك يا عمهم انظر قدر بار قوم هات لي الايفون بتاع الواد سحليه خلينا نفتش فيه شويه والواد ده تطلعوه وتنشروه على العمود لحد ما ارضه يجي ادي نجزه ادي عجبني هتجرك على السفر بسم الله الرحيم انت مين يا عم انت؟ انا كونو يالا كونو صاحبك ياه كونو ايه كلمه سر ايه؟ هموش يا كونو صاحبي حبيبي مالك؟ مالي ده انا اكلت ضرب في الحضانه يالا بكتيريا المشكله كل اللي بيضربوني كانوا اطفال فكانوا بيضربوني عند منطقه الحوض بقيت اجري على الناس الكبيره عشان تضربني في وشي عشان ارتاح شويه طب وايه العضه اللي في وشك دي؟ دول ثلاثه حاولوا يمصوا دمي بس جريت منهم ووسط كل ده كان في واحد عايز يعزمني على الغدا مش فاهمه ليه طب ما رحتش ليه؟ بيكملني يا حمار يا عم خلاص معلش معلش ما تقوليش معلش عشان بحس انك كهرت خلاص احسن ايوه بقول لك ايه يا ابنها؟ زي ايه؟ كوبايه ميه والنبي عطشان قوي يا ابني انا بقالي ساعة قاعد في بيت الزفت حورس لا ابوه ولا امه عبروني بأي حاجة يا ابني انت غبي يا ابني انت غبي ما ابوه اهواجي يعمل كده هيجي لك على طول جري يا سلام فين ابوه؟ شغل دجالين وخلاص يا ابني هو الاهواجي ده ما بينامش هو مش بني ادم ومن حقه يرتاح اسمع يا عم ما تحيرنيش ده انت ابنها يالا ظالم ايه؟ ما اقولش حاجة ماشي سمعت ان انت بتقول ظالم لميت كام؟ ما فيش يا عم انا كنت هقفل 5000 جنيه بس قابلت تخيل قابلت راجل شحات غلبان كده رحت مديله 50 جنيه ما جمعتش غير 4950 بس 4950 ما تقول انك اديتها لابوك يا ما تقول انك اديتها لابوك الشحات الغلبان ده وانت لميت كام انا لميت 300
300 والله نسيت الرقم. 300 3500. يا سلام. اه والله اتضربت بالباقي. اتضربت بالباقي ايه؟ انا كده مجمع نص الفلوس يا جدعان، ده ظلم. ظلم ايه يا ابني؟ ما احنا كنا بنتضرب بالباقي. كنت بتضرب بيه. وفين حرس باتشان؟ ما عارف اديني قاعده اهو. جه النجم اللي مودينا في داهيه. تعالى يا ابنها. ايه بتعرج ليه؟ واحنا في الزمالك ولا ايه؟ انا بعرج بجد على فكره، مش عايز حد يهزر في الموضوع ده تاني عشان ما موتوش، عشان انا رجلي راحت. انا كان في 36 واحد بيضربوني في نفس الوقت، وال 36 طايليني عادي كده مش عارف ازاي. كنت مجهز لهم حركه المروحه اعملها بس ما اتعملتش. ايه الكهرباء قطعت؟ لا انا كنت مجهز الحركه و يا مش هتفهم مش هتفهم يا جدعان. بطلوا قصص مرعبه عشان انا بخاف لو سمحت. المهم لميت فلوس ولا لا؟ لميت 2000 جنيه. حلو، احنا كده جمعنا ال 10000 جنيه وخلصنا من خير جزمه ومعانا فلوس كمان. انا بفكر نجدد الباقه، يعني اعمل باقه كده ب 10 وولع الدنيا. تولع الدنيا ها؟ عشان تخش على الفيس وتقعد تكلم في المزز الحلوين اللي بتكلمهم دول يا ابنها ها؟ خلاص بقى يا جدعان، ما انا قلت لكم اخليك تخش تبصوا بص على الحريم اللي عندي، مع اني حالف اني ما ادخلش عليهم اي رجاله. انا مستحرم والله بعد ما عملنا الفلوس دي كلها نروح نديها لخيري جزمة بسهولة كده، ازاي يعني؟ انت وحيت لي انا بفكرة بنتي كلب. انت عاجبكوا حالكوا هنا؟ هنا على الكنبة يعني ولا فين؟ لا في الحمام جوه، مش الحمام ضيق؟ ما تركز يالا يا ابنها يالا، مهدودين من الضرب، عظمي فك، عظمي فك. طب اخلص الفكرة. قصدي عاجبكوا حالكوا في الحارة دي كلها والبلد دي بتمرتها كده؟ مش عاجبنا. يا عم الله يحبك الدنيا ريحه. الله يحبك. دي انا قاعد مع حسين الجسم يا ابني. بتتكلم عربي يالا؟ امال انا بتكلم تركي؟ ما انا بكلمك عربي. ركز معايا، مش عايزين تعيشوا يومين كده زي عيشه المليونيرات زي الواد حماده بني؟ نعمل ايه يعني؟ نلون نفسنا بني ونمشي ولا ناجر الفيلا نعمل حفله؟ لا يا حبيبي، ناخد باسبوراتنا ونطلع على عم جلال فيزا العسل، نقول له يدق لنا تاشيره ونغور من البلد دي ب 60000 سلامه على ايطاليا. حلو ده. بس يا بس حلو ده. ليه طيب ليه عملت كده؟ محدش حد من جنبي. طب خلاص يا عم، انت متاكد ان هي دي العماره طب ولا ايه؟ ايوه هي دي العماره رقم 25. يا ابن المزور بيبقى ساكن في زخانق ومخانق وقلاع مش في عماره. طب يلا بقى. طيب يلا يا عم بقول لك هو ساكن انت مش وعيل. انا عارف انا بقول ايه. تعالى يا رب اثبت حركات. ده انا عارفها كويس. معاك البطل احمد عبد العزيز. العماره دي في واحد اسمه جلال. جلال فيزا اللي بيضرب باسبورتات وفيز. يا نهار اسود يا جدعان، ده شكله كمين ولا ايه؟ اه هو شوح. الدور التاني يا رجاله. انت عارف لو كلام جدك طلع غلط هنفخك. بلاش نب. يلا نور ربنا. اقعد. ايه الا الدم يا صاحبي؟ ايه الا الدم؟ هنقتلوه لما ننزله. يلا قعد. يلا با. مساء الحجاب الملون. مساء النور يا سيدي. هو ده مكتب الاستاذ جلال فيزا؟ ايوه. كشف ولا استشاره؟ كشف ولا استشاره ايه؟ هو مش ده مكتب جلال فيزا اللي بيضرب الفيزا؟ ايوه بس حضرتك وطي صوتك، ما ينفعش الفضايح دي على الصبح كده. طيب المفروض ان هنا في واحد اسمه حماده بني، المفروض ان احنا نقابله، موجود؟ ايوه استاذ حماده موجود جوه مع عم جلال. اتفضل اقعد استنى دوك. عم جلال؟ ايوه ايوه السكرتيره دي، دي ممرضه. انت اسمك ايه يا عم؟ كوليبالي. في حد في مصر اسمه كوليبالي؟ ده تلاقيه من كولباليا ولا حاجة. انت فيزا مضروبة؟ هتسافر فين؟ نيجيريا. نيجيريا؟ ليه؟ انت هربان من التجنيد يا اب؟ او تلاقيه رايح يزور قرايبه النسانيس النيجيريين هناك. او يمكن بيحب النسوان الافارقة. بس انتوا جايين تشتغلونا ولا ايه؟ اما المسافر نيجيريا ليه يا ضيهطل انت؟ تعدي يسيب مصر يروح يسافر يروح نيجيريا؟ انتوا غشم. نيجيريا دي عايمة على بترول. عايم على بترول؟ وانت رايح بقى تشتغل مدرب غطس ولا رايح تعبي الزيت في ازايز؟ انا اصلا مهندس بترول. تمام اتفضل ادخل. ايه يا ابله؟
انا مش جاي قبليهم ولا ايه؟ اقعد اقعد بس. ايوه ايه ده؟ انا ولع نفسي لو دخلت قبلينا. بس ده خربان من جوه، عمل لك كده يا ده خربان من جوه. اقعد اقعد سيبه خلاص خلاص. انت متاكد انك كتمت دي؟ طبعا. اصلاني حاسس ان دي مش ختم نسر، دي غراب. ما انت شايف الجناحه بتاعته؟ انت شكلك نتيفهم. ادخل. بونا سيرا يا موري. اهلا اهلا يا شباب، اتفضلوا. ايه؟ انتوا ناويين تسيبوا البلد وتجوا؟ يا نهار اسود، عرفتوا بقى انه طلع كمين؟ اهو لا في سفر ولا زفت. ده انتوا طلع قلبكم خفيف وضعيف قوي، امال هتعملوا ايه لما تسافروا من المطار بالباسبورتات المضروبه؟ اصحوا لا يغفلوني. احنا ما بنخافش، احنا هنروح المطار وهنعدي وهنوصل وهنكسب. بقول لك ايه يا عم جلال، انت ناوي تودينا على فين؟ اي بلد انتوا عايزينها تاخدوا الفيزا بتاعتها. تعالوا معايا. يلا. نروح امريكا. فيها لبش. فرنسا. فيها برج ايفل. اسبانيا. فيها بحر. الهند. فيها فيل. الارجنتين. فيها ميسي. الله، يعني هي ما فيهاش غير ميسي؟ وبعدين انتوا بتقولوا حاجات حلوه اصلا، يا ريت نروح نشوفها. تعال نوريهم. اتفضلوا تعالوا اقعدوا. ماشي يلا. انتوا عارفين انتوا مشكلتكم ايه؟ ان انتوا مش عارفين هتسافروا فين ومقررين قبل ما تيجوا. كل الشباب اللي بيجوا هنا بيقرروا هيسافروا فين قبل ما يجوا. طب وايه الحل؟ انتوا ممكن تسافروا ايطاليا زي، بس في مشكله. ايه هي؟ لازم أن تكونوا بتعرفوا تتكلموا ايطالي. احنا بنعرف نتكلم ايطالي طبعا. صلاح صلاح. ده انتوا لو اتكلمتوا كده في ايطالي صلاح نفسه هيرجع. يا عم ودينا انت بس ايطاليا واحنا هنعرف نلقط رزقنا، سيبها على الله. كابيتو. اهم حاجة بس يا عم حمادة ما تبيعناش. ده انتوا حبايبي. يا ابني حل عن دماغي بقى، هو انا ماريش غيرك؟ يابا يابا. يا ابني ودي صوتك، مش عارفين ناكل لقمه. يا عم وانت بتاكل بودانك؟ ما تاكل وانت ساكت يا عم، في ايه؟ اسمعني يابا، انا خلاص يابا. ايه ده؟ ايه ده؟ اوعى. انا خلاص يابا، خلاص مهاجر. ما تهاجر ولا تسافر ولا تتنيل بستين نيله، حرام عليك بقى يا ابني. انا حلايا منين ولا منين؟ انا بسببك مش عارف اخد شاور. بذمتك انت يابا تعرف يعني ايه شاور؟ يعني مشوار باليوناني. يوناني ايه يابا؟ يابا ركز معايا، انا هسافر بره اعمل قرشين واجيبك بقى تتفرج على ماتش محمد صلاح في الملعب في اسبانيا بجد، وتعرف يعني ايه شاور بجد. يا حبيبي يا ابني، بتفكر في ابوك طمر فيك الاكل اللي انت كاتبه في بيتنا. يابا وانا قاعد في مساكن الطلبه؟ ما هو بيتنا، اكل فين يعني؟ ما تديني ال 2000 جنيه بقى يابا، خلينا اسافر، ما انت مكمر قد كده. 2000 جنيه ايه؟ اللهم حسن، انت فاكرني شغال دكتور تجميل ولا لعيب كوره؟ انا حيالله جرسون في كافيه، صاحب القهوه بيقبض ملايين وانا بقبض ملايين، في تفاوت بين الحد الادنى والحد الاقصى. يعني من الاخر كده يابا، انت مش هتديني الفلوس وهتفضل شايل كل حاجه على قلبك قد كده؟ امشي يا كلب يا جزمه بره يا حقود، اطلع بره كافيه، اطلع بره. خليك انت كده يا حبازنا، اقعد شد في الشيشه شد في الشيشه، انا بقيت شبه الفحمه. سمير ديوان. ما ما في ايه يا ما؟ اهدي، ده كل ده تمثيل. اهدي يا ما، انا مسافر بره مصر. نهية نهية. نهية ايه يا اما وكرداسة ايه؟ بقولك مسافر، مسافر بره مصر. تبقى هاتلي معاك بسيمة وام علي. بسيمة وام علي ايه يا اما؟ انا رايح عند الملكي. بقولك يا اما مسافر، رايح ايطاليا يا اما، رايح ايطاليا.
ايطاليا دي اللي بيروحوها الهجره الغير شرعيه والعيال بيغرقوا والاهالي يروحوا يستلموا الجثث من عند الاستاذ وائل الابراتشي. ابو بوف في دماغه؟ لا ياما مش هروح لابو بوف في دماغه، انا هروح بالطياره ياما، ابنك هيقب على وش الدنيا. يلا والسلامه حبيبي، طمنت قلبي. بس كده ياما؟ مفيش حضن لابنك؟ مفيش بوسه جامعتين؟ دمعه من عين واحده ياما لابنك؟ بس يا ابني اهو يا ابني حبيبي، بس عشان بتفرج على مسلسل اختي هتلر. هتلر مسافر. هتلر مسافره ايه ياما؟ ما سفريه ابنك حبيبك واقفه على بكوين. عندك علبه البسكوت بتاعت اخوك ايه؟ بس ما تكترش بكوين بس. ياما 2000 جنيه ياما، عايز 2000 جنيه. ساعد ابني، ساعد ابنك ياما، ساعديه بالذهب اللي ابوه اداهولك ده. ايه ياما في ايه؟ مفيش حنان، مفيش امان ياما. ليه كده ياما؟ ده انا هلحنها لك ياما. انا برضه ممكن الحنها لك الشتايم القبيحه اللي انا هقولها لك عشان انا قلبت ثلاثه. انزل. ايه ياما في ايه ياما؟ يعني زعلانة عشان اخت هتلر مسافره ومش زعلانة عشان ابنك مسافر؟ ياما عايزك تساعديني بتقولي لي ايزي ايزي ومش هساعدك. امشي يا ابني الكلب يا واد. على فكره انا معايا الخاتم. فانسو يا رحمك. ادي 125 جنيه اربع ايه؟ والشيرينات والبرايز اللي عندك دي عملت 20 جنيه. يا جدعان انا حاسس ان انا عملت ببي جنيهات. يا عم اخلص معانا كام؟ ثانية واحدة، الشينات شيرينات ميات 1420 جنيه 35 قرش. ماشي. الفلوس دي تترد لابويا يا جدعان اول ما نرجع من السفر يعني بعد اذنكم. يا اختي ولا عيب يالا. في ايه؟ انت قاعد مع حورس. انت عارف يعني ايه قاعد مع حورس؟ يعني ايه؟ عارف يعني ايه؟ ما هو قال لك يعني ايه؟ في ايه؟ ماشي. وانت ابوك يالا كان بيشحت في الثمانينات ولا ايه؟ ايه الشيلينات والبرايز دي كلها؟ ابويا بيشحت بس بشرف يا حورس. شرف ايه يالا وقرف ايه؟ ما خلاص يا ابني انت هتغني له راب خلاص. وابوك كان بيشحت بشرف، عم عطيه جميله على راسنا من فوق، وانا عن نفسي يا عم واخد عهد اول لما اختني هشتري جزيره واسميها بورتو عطيه. كده مش ناقصنا الا حاجه واحده بس. ايه؟ ان احنا نتعلم ايطالي كويس. وانا ظبطت قبل سماح. ايه؟ ظبطت مع قبل سماح. ولا حورس فراشه قطع ودنه ورميها في الموكيت تحتينا. نعمه فراشه. استخب استخب ارفع الشنطه، مش عايز حد من الحاره يشوفك. ده هم هنا لو شافوا سندوتش همبرجر بيقلبوا الدنيا. تخيلوا يشوفوك انت. بس اقف اخلع بقى في هدوء. انزلي انزلي انزلي. خلي بالك. استنى 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 استنى. خلي بالك مش عايز حد يشوفك. عايز حد يشوفك للروح في داهيه. يا كونو يا بكتيريا انتوا فين يا جدعان؟ هتفضح انا. انتوا فين يا جدعان؟ هتفضح يا جدعان. انا ما لقيتش ميس سماح اللي هتعلمنا ايطالي، لقيتها اتقبض عليها، فجبت ميس يانا هتعلمنا بقى ايطالي بقى. ايه؟ 100 100. هتعلمنا ايطالي ليه؟ مش احنا المفروض مسافرين ايطاليا يا ابني؟ يعني ايطاليا تجينا لحد الحاره، نقوم احنا نسيبها ونسافر؟ في زيها كتير هناك. اهدى بس إيه؟ اسمعني بقى انت كويس واهدى. النور مكانه في القلوب. انا خلاص لقيت اللي انا عايزه. بتقول ايه يا ابني؟ انا عايز اتجوزها واقعد في بيتنا ومش عايز اشوف النور. هو ايه ده؟ مش عايز اشوف النور يا حور. مش بتعمل ايه انت كمان؟ زيزيز ريكس اي ام دوج. يو دوج؟ يس ريكس. مش عارف بيعمل كده ليه، اول مره يعمل كده. مش عارف. سلمي عليه بس بالراحه. هو بس سلمي عليه. في ايه يا بكتيري؟ يا ابني بكتيري. So, we have to start right now or all of you will pay for overtime. أنا شفت كل حاجة وسمعت كل حاجة. أنا عايز حلويات. حلويات يا فراشة؟ أنت عندك السكر. أنا عايز حلويات. أنت في سنان في بقك يا فراشة؟ أنت هتتجنن. إيه رأيك بقى؟ لا فيها يا خفيها. طلعها طلعها وفوق الواد ده لحد ما أشوف فراشة. حاضر. يلا. هيفضحنا. تعالي معايا. هيفضحنا. اسمعني بس كده. انا هفضحك. انا طلعت للحلويات. والله هفضحك. انت مش عايز حلويات؟ اه عايز حلويات. تاكلها؟ اكلها. ده انا اكل ابوها. بعد اذنك يا مدام ممكن تشخبطي بالراحه عشان نعرف ننقل. انا مش فاهم حاجه. انا حاسس اني هسقط. يا جدعان الجيبه حلوه قوي. اتاك نتشنيوم بوكوا ها 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 ها.
لك ها 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 ها. والله العظيم بنت نسمة. العسل يا بنت العسل. الله عسل. سلوفا خليب. 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 اوكي. هول. 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 اوبن اوبن. هول. 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 ايه انا فيه؟ استني بعد اذنك لحسن الواد بقه يقع منه. хорошо хрен 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 хурма 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 بتاعت كاوتشي دي ولا ايه؟ ما تخليك مختارا بقى. продолжаем. ممكن يا ابله تريحي بس 5 سنتي على جنب. العلامات اللي هي عاملاها والمقشات والشوك والمعالق ده روسي. بص ده روسي يا شريهان. اتفرج معاكوا في ايه؟ البت دي ساحرة وبترمي علينا تعويذة. ممكن يا أبلة تترجمي العته اللي انت كباده عشان نفهمه؟ песня. В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зелёная была. Трусишка зайка сереньким под ёлочкой скакал. الست اللي بتهوه عليها دي هتبقى مراتي وتبقى عشيتي. ارجع يا انت هو ايه؟ ارجع يا ايه يا عم ده الجرى اللي احنا بنتعلم عشان نسافر. ارجعوا ارجعوا. ساديتيس ساديتيس ساديتيس. ما تركزي معانا بقى في ايه؟ ما انا مش ممكن اللي انت بتكتبيه ده. ما احنا لازم نفهم. شتو؟ شتو ايه؟ ما تترجمي الكلام اللي انت كباه ده. ساديتيس بارجاوس. ما انا على الطلاق ما فاهمك برضه. ساديس ايه ساديدس ده؟ ساديدس ده كوتشي يا عم بقى. تعالى اقعد اتهد بقى. في حاجة في وشي ولا ايه؟ تاك ابلع عشان مش قادر. وي меня понимаете؟ да. встаньте. спасибо. حلويات الواد هو حلويات. حلويات وبنحكوا عنه كتير حكايات. فراشي خد الموزة ودخل اوضتي. الواد ده هو حلويات. حلويات حلويات. الواد ده هو حلويات. خد يلا. انت خلاص راكب دماغك ونويت السفر، لمم لي الزباله دي كلها ليه؟ ايه ياما الناس دي ضيوفنا، وبعدين يعني هما مش هيوسخوا لك القصر الجمهوري اللي احنا قاعدين فيه. انا اسف يعني، انا كان نفسي يعني نعمل اللمه دي عندنا في البيت، بس بيتنا اوسخ من المكان اللي احنا فيه. يعني مفيش حد حكيم وعاقل يمنع اصحابه من الهطل ده؟ ايه القرف ده؟ ايطاليا ده كلها مكرونه. يا عم زيزو، يا عم زيزو معروف ان انا اكتر واحد شاري العقل في الناس دي كلها. انا اللي اقنعتنا نسافر ايطاليا على فكره. يا اختي يا ريتني كنت خلفت باغلي كان نصفني عنك. سيبكم من كلام اهاليكوا ده. انتوا لما ربنا يفرجها معاكوا هناك والبليه تلعب معاكوا تبقوا تبعتوا لي لحسن الشحاته مش جايبه اهمها هنا. عايز يشحت بالانجليزي. شايف؟ شايف؟ ده ايه اللي جابه هنا عندي؟ عارفه إيه؟ ده؟ أنا ما استعناش يقعد على الكافيه عندي واديله كوباية شاي فتلة. هو أنت مسمي ده كافيه؟ ده غرزة. لا بقول لك إيه، مش هنا الغرزة، لكن لو مديت إيدك تاني هعمل لك هنا غرزة. ياما ياما أنت المفروض أم، يعني الجنة تحت رجلك. أنت كده تحت رجلك كباريه. يا جماعة يا عم بتعمل إيه؟ افهموني كويس، إحنا مسافرين خلاص إيطاليا، وانتوا دلوقتي مالكوش الا بعض، مش عايزين نسافر ايطاليا نرجع. سيب القله. بتعمل ايه بالقله انت؟ مفيش حاجه، انا جايلك اهو. انت رايح فين دلوقتي؟ جايلك. انا قاعد على السرير جوه، خلي بالك. مش عايزين نرجع من ايطاليا نلاقيكوا رافعين على بعض قواضي وساجنين بعض. ده انا هقطع امك. سيبيها براحتها، دي ضيفتنا. يا جماعه يا عم زيزو، وحتى لو اتخانقتوا مع بعض هنيجي نصلح ما بينكم، لأننا خلاص هنبقى هوب هاي أغنية وننتج فيلم ونبيع قصة كفاحنا. بس يكون هندي ميراج هبوب. ما خلاص يا أما في إيه؟ يامك مالها يا عم؟ هي بتتفرج على أختي هتلر خلاص، والدكتور قال محدش يكلمها.
بقول لك إيه؟ انا عايزك تقعد مع ابويا يالا عشان ابويا وحداني. يا عم ابوك ايه اللي اقعد معاه ده يا عم؟ ده كل ما بيشوفني بيقول له سحر، كنتش عارف يعني ارد اقول له ايه. يا عم انت ايه المشكله؟ انا ذات نفسي بيقول لي انا نرجس. نرجس هتوحشيني قوي يا سحر. تمام من حدين يا انت ترتكب الخطا. شعرك ده انت مديله صبغه زياده، هو ده الخطا. تخف الصبغه ليس ورنيش بس ما تحفش عشان في كائنات امن منه. ايه ده معلم؟ لا تلفزيون. ما انا عارف لا تلفزيون. مش الواد ده في الزجر ده كان بيلعب مع جون سينا في فرقه؟ الله اللهم قلبوا على بعض ولا ايه؟ على الطلاق انا مش فاهم حاجه. انا مش فاهم كلماتك بس انا هرد عليه. القصه تبتدي الاثنين النجوميه كانوا مأجرين شقه شركه مع بعض. فزاد جه في شهر ما كانش معاه فلوس فميل على النجوميه، قال له نجوميه ممكن تدفع لي الايجار وانا اول ما اتحين واقبض اديهم لك. قبض هو وحلق لجون سينا. جون سينا بقى ما بيحبش حد يستعبطه زي حالات. معلم جزمه، معلم جزمه، الحق يا معلم جزمه. ماذا بك يا جنجل؟ التلات عيال يا عموم كون وحورس وبكتيريا قبل 10,000 جنيه. 10,000 جنيه دول شكلهم هياكلوكوا البلوزه. ما بحبش البلوزه انا. انا بحبها يا معلم. قلت ما بحبش البلوزه. هيسافروا ايطاليا. يسافروا ايطاليا؟ وال 10,000 جنيه؟ لا ده انا اوديهم طرب 6 اكتوبر. انت بقى من حبيبي يا عندنا طلع. اهدى يا عم زيزو مش كده؟ يا عم صلحت على النبي. بقول لك انا معلش ان شعرنا صوتك بجدع التزاوج. يابا انت هتخلينا. انا معلش معلش. انت ايه؟ نسيتي اصلك ولا ايه؟ انت مجنونه وعليكي عفريت هندي ولا نسيتي يا اختي؟ معلش يا ام حورس معلش عندنا. معلش يا رب دب فيا الصحه، دب فيا الصحه امرمطها وبعد كده بليني. ارجعي يا اما انت بتدعي بتهزري يا اما بتقولي ايه؟ ما تدعي عليا يا اختي. لا نعمة لو ما سكتوا لاديكوا حلوة ولا تقولوا حلوة ولا كلكم في هذه التواوع عالية يا اما في ايه؟ ودعوا بعض احسن لكم خلاص. الطيارة اللي جاية تودينا على ايطاليا ايه في الجو ايه جاية تخطم الحصاد؟ ما خليش اتجنن عليكم. اسكت يا التواوع. يا جماعه جزمه طلع وشكله كده ناوي على شهر. خير جزمه؟ اه واتحط علينا يا جدعان. نهار اسود ومنيل بستين. بتعمل ايه؟ في ايه؟ خير جزمه طالع يلا كونه. يا نهار اسود. طب يلا بينا. طب وشنطنا؟ شنطنا ايه؟ انا معايا شنطتي خلاص. طب وبوكسراتنا؟ ما بيلبسوش بوكسرات في ايطاليا. يلا يلا, يلا. جزمة جالكو سلموا عيالكو. خش يا بابا اوعى اوعى. جزمة ده كده حاجة بتاعي ولا داهية ولا حاجة يا ابني. خير جزمة عارف كل حاجة. بص ده جزمة ويفضل طول عمره جزمة. خلاص اسمعوني، احنا من هنا على جلال فيزا على المطار على الله بقى ما اعرفش ايه اللي هيحصل بعد كده. يلا اروح معاهم ولا مش كده؟ اروح فين؟ حذروا فذروا، العلبة دي فيها ايه؟ فيل، نسناس، حمار. ما تخلصوا. حاضر ماشي. العلبة دي فيها البازابورتات. جراثيم. أنا مش مصدق نفسي، أنا معايا باسبور، ده أنا ما عنديش بطاقة. كنتاكي. ما تخيبش ها؟ أنا عندي منه كتير ده على فكرة. خلاص مالوش لازمة. لا 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 ضاعوا مني، أنا عايز ده. زعافي. أنا مش مصدق نفسي، أنا كان أقصى طموح ألاقي صورتي على كارنيه نادي الطلبية. بس غريبة الواحد صورته في الباسبور بتبقى من واحد تاني مش هو. ده مش واحد تاني يا حبيبي، ده باسبوري. امسك. يا ابن اللذينة. أمال إيه؟ ده التأشيرة بجد، والباسبور بجد، وختم الخروج كمان بجد. يا نهار اسوح، ختم الخروج؟ انت عايز تضيعنا يالا؟ داني بنجيتكو
كان لازما احط ختم الخروج عشان تعرفوا تعدوا من المطار، لان ضابط الجوازات لو شاف خلاقكم دي على تأشيرة ايطاليا هينفخكم وهيعرف ان انتم مزورينها. اصحوا لا يغفلوني. هيغفلونا يا حبيبي، ضابط الجوازات مش هيعدينا لما يبص في الباسبور. والله بقى دي شغلانتكم انتوا مش شغلان تاني. انا دوري خلاص في نيتو. افرحوا افرحوا هتروحوا ايطاليا. توكلنا على الله. ايه دي؟ ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. في مشكلة، البطارية بتاع العربية نامت. يا شباب انا وقفت جنبكم وجه الوقت اللي تقفوا ورايا وتزقوا زقي. معلش. طبعا من عينينا. معلش احنا اخوات. ده انت اخونا. ايوه صح. يلا زقي. معلش يا اخويا. يلا يلا بس بس زقه حلوه ماشي. يلا ها يلا زق. ها قط الاول. ايوه هو بدي الاول اهو. اقول لكم على حاجه. قول. سلام يا حبايبي. يا حبايبي حبايبي.